اختر رفاقة. اختر جماعة. اختر مجتمع. لا تختر الذين يكذبون. اختر الصالحين. إن قيمة الحياة هي أن ترتبط بالله. نتعلم من رسول الله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الدعوة إلى التقوى هي دعوة القرآن في أكثر آياته، والتقوى في معناها العميق تعني إحساس الإنسان الدائم بحضور الله في عقله، فلا يغيب الله عن عقل الإنسان عندما يفكر، وبحضور الله في قلبه فلا يخفق قلبه إلا من خلال الله، وحضور الإنسان الله سبحانه وتعالى في حياته فلا تتحرك حياته إلا من خلال ما يرضاه الله. وللتقوى أنواع، فهناك تقوى العقل، وذلك بأن لا ينطلق عقلك إلا بالأفكار التي تتحرك مع خط الإيمان بالله، أن لا يتحرك عقلك في التخطيط لتقوية الكفر والضلال ولتقوية الظلم والاستكبار، أن لا تسخر عقلك لكافر لتقوي كفره بعقلك، وأن لا تسخره لمستكبر لتدعم استكباره بعقلك، كالكثيرين من الناس الذين يسخرون عقولهم لخدمة مواقع الكافرين والضالين والمستكبرين. أن لا يتحرك عقلك بأي فكر يسيء إلى الناس ويفسد حياتهم ويربك أوضاعهم ويمزق وحدتهم. أن يكون عقلك عقلا ينطلق منه الخير للناس وللحياة كلها، وأن لا يكون عقلك عقلا يتحرك في اتجاه الشر.
لأن العقل نعمة من الله عليك، والله لا يريد لك أن تستخدم نعمة الله عليك في الإضرار بعباده والإضرار في بلاده. فسيسألك الله عما فكرت به، كيف فكرت وعلى أي أساس وما هي نتائج تفكيرك فيما يمكن أن يضر الحياة أو ينفعها. لا تتصوروا أن أفكاركم بعيدة عن مسؤولياتكم، فأفكاركم هي من ضمن أعمالكم، لأن هناك عملاً للعقل وهو الفكر الذي ينتجه، كما أن هناك عملاً للجسد وهي الحركة التي يتحركها. وهكذا هناك تقوى القلب، ومعناه أن تتقي الله في نبضات قلبك وفي خفقاته وفي حبه وفي بغضه. فإن الله لا يريد لك أن تحب الكافرين والمنافقين والضالين والفاسقين، ولكنه يريد لك أن تحب المؤمنين والصادقين والمخلصين والمهتدين والمتقين. أن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين، ويريد لنا أن نحب من أحبه وأن نبغض من أبغضه. وهذه علامة الإيمان، وقد ورد في بعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام: إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر قلبك، فإن كان قلبك يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ففيك خير والله يحبك، وإن كان قلبك يوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله فليس فيك خير والله يبغضك والمرء مع من أحب. وقد ورد في بعض أحاديث الإمام جعفر الصادق عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ عمق الدين هو الحب، حبك لله وحبك لأنبياء الله وحبك لأولياء الله وحبك للصالحين من عباد الله. والحب هو منطلق الإنسان، لأن الإنسان عادة يتحرك في خط حبه. فأنت عندما تحب تتحرك في حياتك من خلال ما يفرضه عليك الحب من نتائج، وعندما تبغض تتحرك من خلال ما يفرضه عليك البغض من نتائج. نحن في حياتنا تنطلق حياتنا من خلال حبنا وبغضنا، ولذلك فعلينا أن نختار من نحب ونعرف كيف نتحرك في خط هذا الحب. أن لا نحب إلا من أحبه الله وأحبه رسول الله، وأن لا نبغض إلا من أبغضه الله وأبغضه رسول الله. كانت عظمة علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أعلنه في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. عندما أحب الله ورسوله فإنه انطلق في موقع الإقدام على ما يرضاه الله ورسوله، وعندما أحبه الله ورسوله عاش في ألطاف الله. ولذلك فإن شجاعته كانت من خلال محبته لله. عندما أحب الله كما لم يحبه أحد اندفع في قتال أعداء الله كما لم يندفع أحد. لذلك يقول ذلك الشاعر في لدى الناس الذين يقولون إننا نحب الله ولكنهم يعصون الله، إن هذا ليس، هذا الحب ليس صادقا. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لذلك لا بد لنا عندما نريد أن ندخل أحداً إلى قلوبنا أن ندخله من طريق الله، يعني بحيث يكون مفتاح القلب بيد الله. فمن أذن الله له أن يدخل قلبك أدخله، ومن لم يأذن الله له أن يدخل قلبك لأنه لم يأذن لك في أن تحبه فلا تدخله. ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. قلوبنا عندما تكون مؤمنة، قلوبنا القلب هو عرش الله، فكيف تدخل إلى عرش الله من لا يحبه الله؟ هذه تقوى القلب. أما تقوى الجسد فهي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك، أن لا تقدم رجلا ولا تؤخر أخرى حتى تعلم أن ذلك لله رضا، بحيث تكون خطواتك وعلاقاتك وكلماتك ومعاملاتك ومواقفك ومواقعك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك هو تقوى الجسد، أن تلتزم أوامر الله لتتبعها، وأن تلتزم نواهي الله لتجتنب عنها. ولذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، راقبوا الله، واحسبوا حسابه في كل حياتكم، واعرفوا أن مصيركم بيده، وأن نهاياتكم تنطلق من خلال قربكم إليه وبعدكم عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاولوا أن تجلسوا جلسة حساب وجلسة دراسة وجلسة مراقبة لتعرفوا ما هو رصيدكم من الأعمال الصالحة عند الله، ماذا قدمتم لغد. وغد الإنسان هو قيامته، الغد الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. هذه هي المسألة التي ينبغي للإنسان أن يحاسبها، أن يعرف في كل يوم زيادته ونقيصته في حساب الأعمال.
أن يأتي لك كل يوم بشيء جديد في عملك كما يأتي لك في كل بشيء جديد في عمرك وبشيء جديد في لذتك وشهواتك. كما كان يفكر الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء الصباح والمساء: اللهم وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد، إن أحسننا ودعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذنب، اللهم فارزقنا حسن مصاحبته واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة أو كبيرة. وهكذا من استوى يوماه فهو مغبون. الإمام في هذا الدعاء: اللهم واجعله أيمن يوم عهدناه، وأفضل صاحب صحبناه، وخير وقت ظللنا فيه. اللهم اجعل مستقبل أمري خيرا من ماضيه، وخير أعمالي خواتيمها، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لو جاءك الموت وأنت على حالتك هذه فلا بد أن يأتيك وأنت تعرف ما هي حصيلتك من عمرك الذي مضى فيما تقدمه لله من أعمالك. واتقوا الله بعد أن تعرفوا ماذا لديكم من الحسنات والسيئات، فقد بقيت لكم بقية من العمر. اتقوا الله في البقية من عمركم، وقدموا لأنفسكم خيرا حتى تجدوه عند الله. استغفروا لذنوبكم إذا رأيتم أن ماضيكم قد حفل بالسيئات، واستقبلوا المستقبل بحسناتكم حتى تقربكم إلى الله. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، إنه دقيق في حساباته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسيت ربك نسيت خط التوازن في حياتك. إذا نسيت ربك نسيت قاعدة الانضباط في عملك. إذا نسيت ربك نسيت النور الذي يشرق في عقلك وقلبك، وبذلك تنسى نفسك. ولذلك لا بد لك من أن تتذكر الله لتعرف ما معنى حياتك، وأن حياتك هي ساحة العمل وليست ساحة اللهو والعبث. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لذلك عندما تذكر الله تذكر ربوبيته فيما يجب عليك من الخضوع لربوبيته، عندما تذكر الله تذكر عبوديتك له وكيف يمكن لك أن تتحرك في خط عبوديته، عندما تذكر الله تذكر موقفك غدا بين يديه، عندما تذكر الله تذكر مسؤوليتك عن الناس وعن بلاد الله، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا أيها الناس اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. وقد ورد
في الآية القرآنية في بعض الآيات يوم القيامة عندما إنسان يعيش وإذا به في ساحة القيامة أعمى، والمفروض أن الإنسان يحشر على ما كان عليه في الدنيا، بل ربما لو كان الإنسان أعمى قد يحشر بصيرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال صحيح، كنت أعمى البصر، كنت بصيرا في نظرك، ولكنك كنت أعمى في قلبك، أعمى في وعيك، أعمى في تقواك، أعمى في إدراكك لربك. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تصبح كمية مهملة لا يعتنى بها ولا يحفل أحد بها في يوم القيامة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، الذين تجاوزوا الحد الذي يريد الله للناس أن يقفوا. لا يستوي، ماذا تريدون؟ هل تريدون أن تكونوا من أصحاب الجنة أو تريدون أن تكونوا من أصحاب النار؟ قصة الجنة هي قصة الخط الذي مستقيم الذي يريد الله للناس أن ينهجوه، وقصة النار هي الخطوط المنحرفة التي يريد الله للناس أن يجتنبوا عنها. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ما خير بخير بعده النار وما شر بشر بعده الجنة. هل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ فحاولوا أن تخططوا لأنفسكم مع من تكونون. أصحاب الجنة هم الفائزون، والحمد لله رب العالمين. اختر رفاقك. اختر جماعتك. اختر مجتمعك. لا تختر الذين يكذبون، اختر الصالحين. إن قيمة الحياة هي أن ترتبط بالله. تعلم من رسول الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.